منتابع احنا وياكم ومنروح هلا لنشوف مشاكل وحلول اذا بدك اكثر مياه بيروت وجبل لبنان. وبس تطل تينا شو ما كانت المشاكل بتروح. بونجور تينا رزق الله، مسؤوله مكتب مكاتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان. بونجورين وثلاثه واربعه. بونجور. ميرسي ميرسي. بدي اقول انه طيلة هيدا الشهر مواليد هالشهر بيقدروا يستفيدوا من المعايدة من دون استثناء عبدو، يعني كل يوم رح نقول لك جويز انيفرسير. نعم، انت عيدك كمان قرب. الله ايه ب 26 الشهر. انت ب 26 28 ايه بقى انا بدي بلش قبل يومين. ايه ب 26 امي كمان كله مع بعضه. ايه تفضلي تينا، شو عندنا جديد؟ ما في عنا مشاكل ابدا ابدا الحمد لله. يعني انت عم بتقول شو عندها مشاكل وحلول، لا الحمد لله فينا نقول انه في حلول ان شاء الله نضلنا هيك. باستثناء بعنا بجبال بمحطة الخاربة بس عم بيعطوا بدوام الكهرباء لانه المطار يعني في عطل. غير هيك في عنا المتن العالي، في تعديل شوي بالدوامات، يعني ما في تغيير، ما في حدا رح تنقطع عنده المي. في اللي بيستفيدوا من خزان عين علاء رح يتم صيانة على هالخزان هيدا، مشان هيك رح يتم شوي تعديل الدوامات. واللي بيستفيدوا من هالخزان تبع عين علاء هن عين علاء العطشانة، القنايترة، قرنة شروان، عين عار، بيت الكيكو والمطايلب، بس رح ياخذوا مي، ما حدا يفكر مقطوع يعني رح يكون. الفاتورة بذكر انه اللي بحب يقسطها على اربع دفعات بعد عنده ل 31 اذار، بعدين بينجبر انه يصير يقسطها ثلاث دفعات. واللي بحب يبعت حدا يدفع عنه في ما يكون هو شخصيا صاحب العلاقه. نعم. وبعدين كل شيء بذكر بده يندفع بيندفع على الصندوق، ما في شيء تحت الطاوله بيندفع، كل شيء لازم يكون فيه فاتوره. لانه في كثير مواطنين بيقولوا لنا هيدا الخط نحن دفعنا حقه. نعم. هيدي الشغله مش مقبوله، يعني ما مفروض شيء يندفع حقه الا على صندوق المؤسسه، وما في شيء على الطريق العام ملك المواطن، كله كمان ملك المؤسسه. وبقولكم ان شاء الله جمعتكم تكون حلوه. وهون اذا واحد بده يدفع يعني يوصل حدا من عندكم يدفع ليتاكد تما يصير في لغط، بيكون في وصل جاهز مسبقا اكيد رسمي من الشركه صادر عن الاداره. يعني اذا جاب يعني قصدي صح على البيت اكيد، وفي معه كارد كمان اكيد. الجوبات تبعنا حاملين بطاقه. اوكي عظيم، لانه هون احلى ما يصير في استغلال. لا اكيد اكيد اكيد، أكيد. وفيهم يتصلوا فينا بنقول لهم اسم الجيبه ومنتاكد هيدي عم تصير معنا، ومن هيك بيكون مرتاح المواطن بناكد له. أكيد. نعم. شكرا لك تينا رزق الله، بتمنى لك اسبوع حلو، يعطيك العافيه. ميرسي لك، كلنا عاملين طبعا مصلحه مياه بيروت وجبل لبنان.